الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء من برنامجكم اليومي هل لا سألوا، معكم ومع صاحبي الفضيلة فيه فضيلة الدكتور سعيد بوزري. فأهلا وسهلا سيد الكريم، حياكم الله. الله يسلمك يا خمان، أتشرف بلقائكم معنا في هذه الحلقة. الله يسلمك، بارك الله. إذن ونتواصل إن شاء الله مع فضيلة الدكتور للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم بعد بيان موضوع هذا اللقاء. لا يفوتني أن أقول لكم تحيات الزملاء في عرض الإخراج وزميلة زينب في لغة الإشارة. إذن أيها الأحباب الكرام، جاء الأمر الإلهي بتزكية النفوس وتهذيبها، فقال ربنا تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح من زكاها. ودعت آيات القرآن الكريم إلى الارتقاء بالنفس من درن الذنوب والمعاصي والركون إليها، وذم الله تبارك وتعالى صاحب هذه الحال فقال عنه: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى. تزكية النفس والارتقاء بها موضوع اللقاء فضيلة الدكتور سعيد معكم في هذه الحلقة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تزكية النفس والارتقاء بها، لا شك سادتي الأفاضل سيداتي الفاضلات بأن النفس البشرية لا يعرف كنهها إلا خالقها، ولا يعرف أسرارها إلا الخالق جل جلاله. وقد قال في آية الذكر الحكيم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، هو الذي خلق الإنسان، هو الذي سواه، هو الذي يعرف أسرار نفسه، يعرف ماذا خلق فيه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والنفس البشرية تحتاج إلى تهذيب مستمر، وتحتاج إلى تزكية. هذه التزكية هي من وظائف الرسل ومن مهمات الأنبياء والمرسلين، كما قال ربنا عز وجل في سورة الجمعة في الآية الثانية، يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نفهم من هذه الآية الكريمة بأن النبي عليه الصلاة والسلام يتلو هذه الآيات التي تتنزل عليه للناس جميعا طبقا للأمر الإلهي: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ويزكيهم، فالتزكية إذن تنصرف إلى التربية، تربية النفوس، إلى تهذيبها، تنصرف إلى تجريدها من الرذائل وتنميتها بالفضائل. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرغ الصحابة ويملؤهم، يرشدهم إلى التخلص من الرذائل التي توارثوها من الجاهلية. والجاهلية بالمناسبة ما فيها من خير، وما في الجاهلية من أخلاق كريمة اعترف بها النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك محمد؟ بلى. صلى الله عليه وسلم ينكرها. نحن نقرأ عن شمائل العرب، عن شمائل عن ونقرأ أيامهم ونقرأ عن أيامهم، نجد عندهم الكثير من الأخلاق الكريمة، من الوفاء والشجاعة والكرم والرجولة، الرجلة، يعني الإقدام، الإقدام، يعني صفات جليلة جميلة. لذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث الذي خرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق.
هذه رواية في الأدب المفرد رقم الحديث 273، وفي رواية أخرى إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن هناك أخلاق كريمة يتمتع بها هؤلاء، ولكن أما الرذائل فقد جاء القرآن من أجل تبديد تلك الرذائل، كما جاءت السنة للهدف نفسه. ألم يقل الله عز وجل يقول وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ فهناك أخلاق جاهلية لا يقبلها الإسلام، فقد جاء الإسلام مجددا وجاء مبددا، جاء مجددا لكريم الأخلاق وجاء مبددا للرذائل والصفات التي لا يقبلها الشرع الحكيم. أعود إلى بيان وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم كما في سورة الجمعة في الآية الثانية، هو الذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. إذن فمن مهام النبي محمد صلى الله عليه وسلم التزكية، التزكية للصغار والكبار، فالصغار في حاجة إلى تزكية، فنقرأ في أحاديث تترى وهو يخاطب الصغار كقوله يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني أحاديث كثيرة يخاطب فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم الصغار. ومن الصحابة من رووا هذه الأحاديث وقد استمعوا إليها وهم صغار. نعم. وقد أثرت هذه المسألة بين علماء الحديث، يعني فيما يتعلق بالأداء، بأداء الحديث، بأداء الرواية وبنقل الرواية على الصغر. صغير يحفظ رواية حديث معينا ثم بعد ذلك حينما يكبر يروي هذه الرواية. ناقش العلماء هذه كأنس مثلا، ابن عباس متى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن 9 سنين، وهو ابن 9 سنين. نعم. عائشة 18 سنة. نعم. فهؤلاء الصغار، نعم، الحمد لله كثير منهم يعني حفظوا تلك السنن، نعم، التي يعني سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نقلوها بعد ذلك وأدوها عند كبارهم. أقول نبي صلى الله عليه وسلم يوضح القرآن بأنه يقوم بهذه الوظيفة أو بهذه الرسالة، رسالة التزكية والتربية للصغار والكبار، للرجال والنساء، بل أن الصغار إذا لم يتشبعوا بتلك القيم حينما يعني يكبرون قد يفسدون ولا يصلحون، يظلمون ولا يعدلون. فإذا كان هؤلاء الكبار نرى بعضهم للأسف يمارسون ألوانا من الشطط ويمارسون أصنافا من الظلم في حق آخرين، وإذا بحثنا عن تاريخهم نجدهم لم يتشبعوا بهذه القيم التربوية منذ الصغر. لذلك يقول العقلاء أن الإنسان هو أطول المخلوقات حضانة، أطول المخلوقات حضانة هو الإنسان. لماذا؟ ليأخذ القدر الكافي من القيم التربوية التي يتمثلها عند الكبر حينما يكبر. أما إذا لم يكن كذلك قد يفسد ولا يصلح ويهدم ولا يبني ويظلم ولا يظلم ولا يعدل في عند كبره. أكمل الآية ويعلمهم الكتاب والحكمة. نعم. إذن جاءت التزكية التي انصرفت إلى النفوس، ثم جاء التعليم الذي انصرف إلى الرؤوس. والآية التي تفضلت بها يا أخي محمد صالح، نعم، ونفس وما سواها، أي الله عز وجل، فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. تكمن الرسالة التربوية بعد حرف قد الذي يفيد التحقيق عند أهل اللغة لورود فعل ماضي بعد ذلك، قد أفلح من زكاها. فالأولياء والمربون والدعاة والعلماء والجميع يبد أن ينشغل، لابد أن يعمل في تحقيق
هذه المهمة أو هذه الرسالة التي جاءت بعد قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولا يفوتني أن أستحضر ما قاله صاحب البردة رحمه الله الإمام البوصيري: أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، إلى أن قال: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، إلى أن قال: وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك المصحف التهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم، أستغفر الله من قول بلا عمل فقد نسبت به نسل لذي عقمي. هذه القصيدة، قصيدة البردة، التي تحمل الكثير من الدرر واللآلي التربوية العميقة. إذن والتزكية يا أخي محمد صالح الآن تصعب هذه المهمة الآن. والنفس كالطفل إن تهمله، إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. نعم، شبها كالطفل الصغير. كالطفل الصغير نعم. وهذا دكتور يجرنا إلى سؤال: كيف، بمناسبة ذكر الطفل في هذا المقطع الشعري، كيف نربي أبناءنا على تزكية نفوسهم؟ ما من شك أن التربية على تزكية النفس لها آثارها المستقبلية، ولها آثارها في الكبر، ولها مسارها التي يمشي عليها الإنسان في مراحل حياته. نعم، الإنسان أطول المخلوقات حضانة. نعم. وهذه الحضانة هي رسالة، رسالة يتشبع بها الصغار منذ نعومة أظفارهم بتلك القيم التربوية وتلك القيم الأخلاقية، فإذا ترعرعوا عليها وتمثلوها عند صغارهم سوف تكبر معهم بيقين. وأن العملية التربوية اليوم في هذا الوقت، حيث كثرت المدمرات، مدمرات القيم، حيث كثرت هذه الرياح العاصفة التي تزلزل القيم والتي تهز تلك المنظومة التربوية التي يفترض أن ينشأ عليها المسلم، لذلك هذه الرسالة الآن صعبة جدا، تحتاج إلى تضافر جهود الجميع، ونسأل الله التوفيق يا رب للجميع. يا رب إن شاء الله. دكتور شكرا جزيلا لك على ما قدمت وتفضلت. وقبل استقبال الاتصالات والمكالمات، في أسئلة تبقت معنا من لقاء يوم أمس نجيب عليها للسيدة أم محمد من وهران، وكذلك فتيحة من عين الدفلة، وبعض ما ورد إلى البرنامج من أسئلة. أبدأ معكم دكتور مع أم محمد من وهران. كان سؤالها بالأمس عن كيفية صلاة الضحى وعن وقتها وعن ما يقرأ فيها من الآيات الكريمات، وهل يصح لنا أن نقرأ فيها بسورة الملك؟ هذا سؤال أم محمد. أم محمد، صلاة الضحى هي من النوافل، هي تدخل في صنف النوافل. هناك نوافل كثيرة، كان صلاة الضحى، كان الرواتب المتعلقة بالمفروضات كصلاة الظهر مثلا قبلها وبعدها، يعني وردت 12 ركعة من الرواتب يعني متصلة بالصلوات، ركعتين قبل الظهر أولا أربع ركعات، وبعد الظهر أيضا اثنين أو أربعة، وبعد المغرب، وهكذا. هذه الرواتب المعروفة. وكان أيضا صلاة أخرى تسمى يعني نوافل ذوات السبب، مثل ركعتي الوضوء، الإنسان كي يتوضأ ويصلي ركعتين، هذه أيضا من النوافل. لماذا سميت ذات سبب؟ لأنها متصلة بسبب الوضوء. وكذلك صلاة تحية المسجد أيضا هي نافلة ذات سبب، يعني بسبب دخول الإنسان المسجد بنية المكوث لا بنية العبور، كما اللي يخدموا مثلا في الجامعة داخلين خارجين، هذول ليسوا مطالبين بهذه الصلاة، بهذه النافلة أو هذه التحية، ولكن الذي يدخل المسجد بنية المكوث، يعني باش يريح داخل المسجد ينتظر الصلاة، صلاة من الصلوات، وبشرط أيضا أن يكون في الوقت الذي تحل فيه النافلة، فهذه تسمى نافلة سبب. هذه تدخل الضحى، هذه أيضا هي من النوافل، متى تصلى؟ عند حل النافلة بعد شروق الشمس بحوالي 20 دقيقة، أفضل
يعني أكثر من ربع ساعة، حوالي 20 دقيقة بعد شروق الشمس تحل النافلة إلى غاية الزوال، إلى غاية الزوال، هذه مدتها. أما عددها، عدد ركعاتها، ركعتين أو أربعة أو ست ركعات أو ثمانية، إما زوج ركعات ركعتين أو ثمان ركعات، يعني من اثنين إلى غاية ثمانية. الأم محمد صلي ما تشائين من الركعات من اثنين إلى غاية ثمانية حسب الاستطاعة والقدرة. يا أخي محمد صلاح، بعض الناس يقول لك مادام واقف نصلي مثلا أربع ركعات لازم يومين نصلي أربع ركعات، ليس شرطا، لا يمكن للنافلة أن تصبح فريضة، فحكم لا يمكن أن يسلب منها الحكم وهو حكم السنية أو حكم الفضيلة أو حسب الحالات، فتبقى على حكمها الأصلي. إذا كان ممكن تصلي يومين ثلاث أيام وبعدين تخليها لظرف معين، ولا تعبتي ولا عندك سفر ولا شيء من هذا القبيل، لا حرج. بالنسبة للقرآن اقرأي ما تيسر من كلام الله عز وجل بعد سورة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم اقرأي ما تيسر من القرآن الكريم، ما يحضرك من القرآن، سواء قصار الصور أو صورة من صور كاملة كما تشائين، نسأل الله القبول. آمين إن شاء الله. بالنسبة لقراءة القرآن، تقرأه وهي جالسة وتطيل في قراءة القرآن فتتغير الوضعيات في الجلوس، تمد رجليها غير ذلك، فتسأل هل فيه حرج أو إثم، وكيف يكون الجلوس لقراءة القرآن الكريم؟ هو واحد يقرأ القرآن الكريم يتأدب في طريقة الجلوس. نعم، إنه يقرأ كلام الله، لابد أن نضع ذلك في الحسبان. نحن أمرنا كما في سورة العمران، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إنسان يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل على جميع الهيئات. ربي قال يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، والآية التي في سورة العمران بينت لنا بما لا يدع مجالا للشك أن جميع الهيئات صحيحة ومشروعة، هذا هو الأصل. ولكن واحد كي يحكم المصحف يعني يتأدب في جلسته فيقرأ القرآن هكذا بأدب وجلسة معقولة. ولكن إذا كان عندك ألم مع طول الجلوس، ممكن تكسلي رجليك، ممكن تتكسلي، ممكن تسندي الحيط، ممكن، كل هذا مشروع وجائز، ليس فيه حرج. هذه من المحسنات، هذه من الكماليات وهي مطلوبة مع الاستطاعة. اتقوا الله ما استطعتم، هكذا إنسان يمسك مصحف الآن حتى الصورة، يعني إنسان يشوف إنسان يقرأ القرآن مسك مصحف، الله يبارك، في جلسة مهذبة في وقار وفي سكينة وطمأنينة، وجلسة هذه الصورة جميلة، يعني جميلة. ولكن إذا كان عنده ألم مع طول الجلوس مع طول القراءة فل يعني يغير الهيئة كما يرتاح، وكل هذه الهيئات مطلوبة. أما الهيئات التي ذكرناها فهي من المكملات ومن المحسنات. تسأل أم محمد عن كيفية رقية البيت، كيف تكون؟ والله كان جاوب أنت أفضل أخي محمد صلاح، معلش أنا منشط، معلش بارك الله فيك، تحرجني أنا أعلم، لا أعلم ما لديك يعني في الموضوع، والله النصيحة لنا جميعا يعني. إذا هي نصيحة وليس فتوى إن شاء الله. بارك الله فيك، تفضل. رقية البيت تكون أولا بقراءة سورة البقرة كما هو مأمور ومطلوب، وأن قراءة البقرة تطرد الشيطان ثلاثة أيام، وأيضا الصلاة في البيت، صلاة النوافل، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبه البيت الذي لا يصلى فيه بالمقبرة، نعم، بيت مهجور، نعم، وأيضا بالبخور. البخور هو نوع من الطيبات يدفع الخبائث، هذه أيضا الوالدين بكثير دائما يجمرون الأفنية كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، جمروا أفنيتكم فإن اليهود لا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك، فإن هذه الروائح الطيبة تدفع الخبائث اللي هي الجن والشياطين. والاستعاذة بتحصن بأذكار الصباح والمساء، أذكار الليل، أذكار الاستيقاظ، كثرة الذكر، هذه كلها من الدافعات للبلاء، والله أعلم. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. إذا فتيحة من عين دفلة تسأل عن الرواتب، اثنين قبل الظهر واثنين بعد الظهر، قالوا لها اثنين بعد الظهر خليهم قبيل العصر حتى تكون نافلة للعصر أو راتبة للعصر كذلك، فهل هذا صحيح؟ هذا ورد،
هذا ورد، ولكن الأحاديث التي حديث عائشة أم المؤمنين وحديث أبي هريرة وهذه الأحاديث التي قرأناها وشرحناها مرارا تبين قبل وبعد، قبل وبعد. فبالتالي قبل الظهر تصلي هذه الراتبة، فهي رواتب متعلقة بالظهر، وتصلي كذلك بعد الظهر ركعتين أو 4 ركعات. وإذا اخرت يعني هذا ركعتين إلى ما قبيل العصر فليس في ذلك حرج. لماذا؟ لأن وقت الحل النافلة لا يزال قائمة. تقول أنها تقوم على الساعة 5 قبل الفجر تصلي وتوتر، وأحيانا يفوتها الوقت فيفوت قضاء الوتر، يعني أحيانا لا تقوم، لا تستيقظ في ذلك الوقت الذي تعودت أن تستيقظ فيه، فتسأل عن هذه الحال لما يفوتها الوتر ولا تصلي. أولا أنت عليك بالاجتهاد. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه عمر بن الخطاب كان يؤخر صلاة الوتر، وأبو بكر الصديق لا يؤخرها. لا يعني ذلك أنه هذا هو الغالب عنده، ولكن أحيانا يؤخرها، وكذلك عمر، يعني العبرة بالغالب. الآن صلاة الوتر أنت راك اجتهدتي، تستيقظين قبل الفجر بساعة مثلا أو ب50 دقيقة، والله يبارك تجتهدين في الطاعات وفي النوافل وفي قيام يعني الليل. نسأل الله القبول لك ولجميع القائمين والقائمات. ولكن إذا حصل أنه ربما ما استيقظتيش يعني في ذلك الوقت باش توتري، فالحرج عنك مرفوع وقد رفع عنك القلم، مادام لم تتعمدي يعني أنك تنامي على صلاة الوتر اجتهدتي فالحرج عنك مرفوع. ولكن أنبهك يا أختي فتيحة، إذا استيقظت قبل الشروق، لأنه وقت الوتر ممتد، ماهوش بعض الناس يقول لك مع الأذان الفجر خلاص الوتر، لا، إذا كنت مستيقظا، إذا كنت مستيقظة صلي الوتر قبل ذلك. راك تقومي الليل كي قريب مثلا إذا كان الأذان الثاني على الساعة 6:10، أنت الساعة 6:05 مثلا صلي الوتر نتاعك وتختمي بالوتر، يعني اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. الوتر فبالتالي تطبقين مقتضى هذا الحديث النبوي، فذلك أكمل وأرقى وأحسن. ولكن إذا تعذر ربما أنت نضتي على 6:30 على 7 غير، صلي الوتر نتاعك، مازال وقت الوتر لم يذهب بعده، ولكن صلي الوتر ثم تصلي الرغيبة ثم تصلي صلاة الصبح يعني أو صلاة الفجر الفريضة. جاب ربي واضح، واضح، لأن صلاة الوتر ماشي لا تنتهي، وقتها يمتد إلى غاية. حتى الفقهاء يقول لك إذا كان استيقظت قبل الشروق بما يكفي مثلا لصلاة 5 ركعات صلي الوتر وصلي الرغيبة الفجر وصلي الصبح، ولكن إذا كان الوقت غير كافي ما تصلي الوتر، سبقي في الفجر والصبح. وحتى إذا كان ما يكفي حتى تصلي الرغيبة صلي الفريضة. وهنا كاين فقه أولويات يتدخل في ضبط الأمور. تقول عن إعطاء الأخ زكاة لإخوته، يعني الفقراء الذين يحتاجون إليه، هل يصح أو لا؟ نعم، بشرط أن تكون عندهم صفة من الصفات الواردة في الآية رقم 60 من سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، يعني هذوك الأصناف الثمانية راهم موجودين في سورة التوبة الآية رقم 60. إذا كان واحد من الإخوة عنده وصف من هذه الأوصاف، يكون فقير، يكون مسكين يعني خدام وما لحقش روحه، يكون من الغارمين، مدين، عنده ديون غيرها، يعني إذا كان عنده وصف من هذه الأوصاف فتجوز الزكاة للإخوة والأخوات، مادام راهم عايشين وحدهم يعني مع أسرهم وحدهم فتجوز فيهم الزكاة. وإن شاء الله عندك أجران، فيها أجر الزكاة فيها أجر الصلة، لأنه صلة رحم، لأنه هذاك خوك يقول أختي راهي تزكي، اختي تفكرني باش تعطي لي الزكاه، وانت تفرحيه كي تقدمي له هذاك الزكاه. هذه صله عندك اجر فيها، صله رحم، في الوقت نفسه عندك اجر نتاع الزكاه، لانك برأتي ذمتك باخراج الزكاه للمستحقين واخوك من المستحقين. ولكن مع التنبيه الى مساله مهمه محمد صالح، باش ما تبقاش الاموال تدور دائما في دائره الاسره الواحده، يعني هذا تنبيه يعني عام،
ما يبقاش الاموال يدور غير ثم، يعني هذه خويا اختي وكذا الى اخره، وعمي ولد عمي ولد خالتي دور برك ثم. لا، هؤلاء الاقارب نتذكرهم بالزكوات بيقين، ولكن خليوا جزء من هذه الزكوات تروح الى غيرهم. اذا كان واحد يخرج مثلا مبلغ 10 ملايين، ممكن يخرج 5 6 7 ملايين للعائله لهذو المحتاجين اللي توفر فيهم الصفات اللي ذكرناها، ومبلغ من المال يروح باقي الفقراء باش الخير يعم. والافضل من ذلك كله ان تنظم الزكاه، ولا بد ان نجتهد جميعا من اجل تنظيم الزكاة بما يحقق مقاصدها. نعم، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. طلبة الدعاء في آخر أسئلتها للوالدة، صلى الله تعالى أن يشافيها ويعافيها. إن شاء الله ربي يشفي لك الوالدة يا الأخت فتيحة، ربي يشفيها من كل داء، وربي يشفي جميع مرضى المسلمين. آمين. قبل بداية الحصة دكتور سعيد اتصل أحد الأشخاص وترك تساؤله، ويطلب منكم توجيه نصيحة للزوجات التي يطلبن الطلاق باستمرار وبشكل مستمر، فهو يعاني من هذا الأمر مع زوجته، ويختم بالدعاء، يقول لا تنسونا من صالح دعائكم في هذا الموضوع. والله ربنا عز وجل كي قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا في سورة النساء في الآية 21، وقال كذلك في سورة الروم في الآية 21 أيضا، ومن آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. كيف يسكن الزوج إلى زوجته إذا كانت تطلب منه الطلاق باستمرار؟ ربما يدير أي خطأ ولا أي غلطة يديرها، وربما يتأخر في أداء واجب من الواجبات، ثم يعني تحرجه باستمرار بالطلاق. هذا أمر يتنافى مع مقاصد هذا الميثاق الغليظ، ويتنافى مع السكينة المطلوبة في سورة الروم، ومع الطمأنينة، ومع المعاملة بالحسنى والمعاشرة بالحسنى. الطلاق هذه الطريقة تتنافى تماما مع هذه المقاصد، مع هذه الأخلاق التي يجب أن يتمثلها الزوجان. أما إذا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض، لابد أن تعرف المرأة أو الزوجة قدر زوجها وقيمته ومكانته في الشريعة، ويجب أن يعرف هو كذلك قدرها وقيمتها. لا يصح له أن يظلمها باستمرار، وربما يدفعها إلى أن تطلب الطلاق أو التطليق أو الخلع، كما ورد في سورة البقرة الآية 229. متى تلجأ المرأة أو الزوجة إلى هذه النصوص؟ عند الضرورة، إذا لم تسعفها الحلول الأخرى الواردة في الكتاب والسنة ما بقى لها إلا الخلع، ثم تطلبه والحرج عنها مرفوع. أما تطلب الطلاق باستمرار وبلا مسوغ شرعي، بلا سبب معقول، هذا أمر لا تقبله لا الشريعة ولا الأخلاق ولا مقتضى عقد الزواج. هذا الذي ننصح به، والاستقرار الأسري هذا واجب على الزوجين، لابد أن يتعاونا من أجل تحقيق هذا الاستقرار. والسائل طلب دعاء، إن شاء الله ربي يحفظكم ويذل العقبات أمامكم ويحفظ الجميع من كل سوء. آمين، بارك الله فيك. معنا المتصل فوزي من ولاية بسة. ألو. نعم. ألو. نعم. عليكم. وعليكم السلام أخ فوزي. يلا بارك الله فيكم. الله يبارك فيك، مرحبا بك. الحمد لله. لا أسمعك جيدا يا فوزي. أنا قطعة أرض. عندكم قطعة أرض؟ نعم. أنا قطعة أرض. سمعت العم صبي المكالمة غير واضحة يا فوزي، لا أسمعك جيد. ألو. نعم. قلت لك زاد في زاد مدي زوج نساء. نعم. زوج نساء. زاد مدي زوج نساء. طيب فوزي الله يرضى عليك، عاود الاتصال أفضل. ألو. نعم. طيب نصيرة من سكيكدا، معذرة لنتواصل مع فوزي جيدا. أخت نصيرة. نعم.
السلام عليكم خويا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حابة نسقسي ما حكم يعني الراجل كيموت ويحطوا التصاور تاعو على الكونتر في الحي في البيت مع الصور، ومع المرأة يعني خرجت يعني في العدة 4 دقائق باش تدخل دنا عليها المغرب في برا. ايه مع حكم هذا، ومع الراجل كيموت ثاني يخلي قرشو وطردوا البنات ما يحبوش يخرجوا خا الشعب بهم، يقولوا لك يعني ما مندوهمش يقعدوا لينا احنا ريحته هو، يعني ما يحبوش يقسموا ذاك القش يصدقوه هنا. يعني كاين اللي مدي اللي مدينا مي بصح كاين الحوايج يعني دو فالو قالوا لك نخليوهم يعني ريحه بابانا، كي مدوهم لي يسهل يلبسوهم، يخاف يقولوا لك يعني كي مدوهم من بعد يطيشوهم ما يلبسوهمش. واضح ان شاء الله، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. وحابه يعني اللي بيرفع سعيد ويزري اتواصلي مع المخرج الله يرضى عليك. بارك الله فيك، شكرا، الله يعينكم، امين. إلى ولاية شلف فهيمة. نعم أخت فهيمة. ألو. نعم. السلام عليكم. نعم يا فهيمة. أنا معك أخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيت نطرح على الشيخ هذاك، حبيت نعطيه نصيحة. تفضلي. أنا مانيش قاية، مانيش نقرأ القرآن، بصح في قلبي بزاف القرآن، مانيش حياة بروحي كيفاش نقرأ القرآن. يعني حابة تقرأ القرآن؟ واو. قلت له هي حاجة كما سمحوا لي حاجة قدركم يدير الشمة، وقلت له باللي ما يتجاوز لازم تعاود تصبر وتروح يدير الشمة يعني. واش مش واش قلتي له يا فاطمة؟ صبر الوضوء. قلت له تاعي. ايه. يدير الشمة حاجة كما حاجة قدركم. ايه. وقلت له باللي لازم ما هو حكم الدين بحال هكا يدير لك الشمعة ويصبغ عرضه ولا يقعد هكا ويصلي بها، قيسها غير فما ويصلي. يصلي بها؟ لا لا ما يصليش بها، يعاود عرضه. ايه نعم. وش بغيت نقول ثاني؟ وقلت لك انا نحلم بزاف هكا، نبغي القرآن راه في قلبي، راه في قلبي بزاف بزاف، نقرا وانا الله غالب ما عنديش قرية. وما انت ما شفتيش في المسجد اللي يقريوا محو الأمية ويعلموا الناس الكبار؟ والله ما شفت خويا، ما حنايا حنا شغل ما عنديش. نعم. ربي يبلغك هذه الأمنية إن شاء الله وتعودي تقرأي القرآن الكريم. إن شاء الله دعوا لي معاكم، وأنا بعد دعوا لي وليداتي راه في الامتحان إن شاء الله ربي ينجحهم لنا. إن شاء الله. واحد طفل وليدي راه عمري، دعوا لي ربي يشافيه إن شاء الله. إن شاء الله، الله يشافيه ويعافيه. ودعوا لي للزوج إن شاء الله ربي يفتح لي باب خير يكبر خدمة إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيكم وربي يجازيكم إن شاء الله. آمين. السلام عليكم. السلامة. طيب محمد من أضرار أرسل رسالة عبر البريد العادي دكتور سعيد، يقول ويتساءل فيها عن حكم امتلاك قطعة أرضية بالتقادم لإهمال أصحاب الأرض ملكهم ولظروف يعني كالبعد والغربة، فهل يمتلكها الإنسان بهذه الطريقة أو لا؟ هل تصح أو لا؟ نبدأ به محمد من أضرار. نعم. الأخ محمد من أضرار رسالته هذه وصلت. نعم. فيا أخي الشريعة الإسلامية بيّنت لنا أسباب التملك المشروع، سواء تعلق الأمر بالعقار أراضي ولا سكنات أو شيء من هذا القبيل أو المنقولات المختلفة، فما كان عن الطريق المشروع فهو مشروع مباح حلال، وما جاء عن الطريق الممنوع فهو ممنوع ومحرم، وربي قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن الآية تستغرق وتشمل جميع وسائل امتلاك المال مهما كان نوعه بالباطل، لا يجوز. فأنت قلت في سؤالك في هذه المراسلة، نعم، بحكم امتلاك ما قرأه أخي محمد صالح امتلاك القطعة أرضية بالتقادم، لأن أصحابها أهملوها إما لبعد أو لغربة، وهذا أمر قائم
كاين اللي يخلي بلا القريه الارض نتاعو ولا كذا، اللي راه في الغربه، اللي ربما ساكن في ولايه بعيده من ولايه الوطن، فلا يتفقدها، لا يتفقدها الا احيانا. وبعض الناس فعلا يخدمونها ويشرفون عليها وكذا وكذا، فهذا امر عرف قائم، يعني الجار راح يخدمها وهكذا. ولكن سادتي الافاضل هذا لا يصح، لا يصح، لانه صاحب المال يبقى هو صاحب المال الى ان يتنازل عنه عن طريق عقد من عقود، من العقود، عقود التبرع الناقله للملكيه، كالوقف مثلا، او يعني الوقف لوجه الله تعالى لمصلحه من مصالح الامه، او عن طريق الهبه يعطيها بمحض ارادته وخالص نيته، او عن طريق الوصيه، يعني العقود الناقله للملكيه هكذا، او عن طريق البيع اذا كان باعها. ما عدا ذلك ماهوش كل ما نشوفه قطعه ارض، الانسان يشوف قطعه ارض مهمله يروح يستولي عليها، لا، حتى واذا خدمها من باب الفضاله كما نص على ذلك الفقهاء فهو فضولي، والفضالة لها أحكام شرعية تضبطها، ولا تبرر الفضالة الملكية. فالإنسان لا يملك هذا العقار بتصرف الفضالة مثلا. بعض الناس يتحجج بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا مواتا فهي له. نعم، ماذا نقول لهؤلاء؟ أقول لهؤلاء، ما هو التوجيه في هذا الحديث النبوي؟ نعم، في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الاهتمام بهذه الوسيلة، وسيلة من وسائل الإنتاج، وعدم تضييع المال كله. لا لا لا، لابد أن يتحرك. فالدراهم المال لازم هم يخضعوا للزكاة، وهناك أحاديث كثير نصوص شرعية تدعو أصحاب المال لاستثمارها وتحريكها في المجتمع. فالمال يتحرك، حتى مال اليتيم كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإلا تأكله الزكاة، وفي رواية: وإلا أكلته الزكاة. بمعنى المال هو وعاء للزكاة، يخضع للزكاة ولو كان مملوكا من قبل يتيم قاصر، مع ذلك فهو وعاء من أوعية الزكاة، يخضع للزكاة في كل عام عند حوالان الحول. وكأن هذا الحديث النبوي يرشد القائمين على أموال اليتامى، سواء كانوا من الأولياء، أو كانوا من الأوصياء، أو كانوا من القيمين. هذه الصيغ الشرعية التي ترعى يعني أموال القاصر: الولاية والوصاية والتقديم أو القوامة. هذه الصيغ لابد أن يحركوها. فالأرض هي أيضا لابد أن تعمل، لابد أن تغرس، لابد أن يعني تزرع وهكذا، باش ما تبقاش هذه الوسيلة تاع الإنتاج معطلة. ولكن هذا لا يبرر لك يا أخي محمد، لك أو لغيرك، يعني امتلاك هذه القطعة الأرضية عن طريق التقادم. هناك إشكال ما يتعلق بتقادم الحقوق الميراثية كما منصوص عليها في القانون المدني، في قانون 75-58 المعدل والمتمم. هناك يعني نصوص قانونية تنص تتحدث أو تنص على تقادم، أن المطالبة بالحق تسقط بالتقادم. أي نعم، في مدة 33 سنة. ولكن بصراحة يعني 33 أو 34 33 سنة. الأسلم الإنسان ما يملك إلا ما يملكه عن طريق إما الميراث، ورث من المورثين تاعو سواء كانوا والدين ولا أجداد ولا أو كذا، أو عن طريق العمل، يعني عن طريق البيع والشراء، البيع، أو عن طريق التصرف الذي ذكرناه قبل حين، عن طريق الهبة وعن طريق الوصية. إذن خلي القطعة الأرضية لصاحبها، والأولى أن ينبه ذلك الإنسان الغائب اللي ربما فرطها الأرض، تفاهم معاه، قال: الأرض نتاعك راك هملتها، أنت اقترح عليه خدمة هذه الأرض مقابل تدي ثمرها، تدي إلى آخره، أنت تنتفع وهو ينتفع، وأرضه محفوظة مغروسة إن شاء الله، وبذلك إن شاء الله يربح الجميع دون أكل مال الناس بالباطل. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. بالنسبة لسؤال
أيضا ورد هذا التساؤل دكتور، يقول أو يقول صاحب السؤال: نحن مجموعة ورثة، دائما عند قسمة أو بيع شيء من الميراث بعض الإخوة يقولون نتصدق به على الوالد رحمه الله، يجعلون جزء منه للصدقة، وبعض الورثة أصبحوا لا يقبلون هذا الأمر، فيتساءل يقول: هل ما يفعله الإخوة صحيح؟ وهل يجب علينا أن إذا اقترح الأمر أن نمشي في هذا الموضوع؟ وأيهما أولى يقول، يعني هل الصدقة أم القسمة والدة؟ أولا هذا يجوز دون استعمال لسيف الحياء، بمعنى ما يجيش مثلا زوج ورثة يهضروا الاخرين كامل يقول لهم لازم تتصدقوا ولازم وتمد، لماذا؟ ليس شرطا كتوجيه كارشاد، معليش الانسان لا ينسى والديه ولا ينسى اجداده، لانه الشرع اصلا حينما يموت المورث ذلك المال الذي خلفه يعني يرثه خلفاؤه، والخلفاء هم الورثه، ينتقل هذا المال من المورث إلى الورثة طبقا للفريضة الشرعية التي وردت في سورة النساء في الآية السابعة وما بعدها، ربي هكذا اللي قال: وزع هو الميراث على الورثة للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، إلى آخر الآيات إلى غاية الآية، ثم ننتقل بعد الآية 13 نروح مباشرة الآية 176 من سورة النساء اللي نصت على أحكام الفرائض. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد نزول أحكام الميراث في القرآن قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الآن الورثة يمتلكون حصصهم بحكم الشريعة طبقا للفريضة، فرات المرحلة هذه خلاص كملناها، فإذا امتلك الورثة حصصهم بعد ذلك كل وارث هو حر في التصرف في حصته. ماذا أقصد بذلك؟ كل واحد دا الحصة نتاعه هو حر، إذا أراد أن يتصدق بجزء من حصته على باباه وعلى إمه وكذا، هذا شيء جميل، شيء جميل جدا، ندعو إليه ونحفز عليه، ولكن بلا استخدام لسيف الحياة. ما يجيش مثلا كبير الإخوة يديرهم اجتماع أجماعة من الوفاء أنه لازم ولازم ولازم، عليها سيدي ممكن أحد الورثة هو راه فقير أصلا يحتاج إلى أنه يحسن وضعه، أليس كذلك؟ في حديث سعد أبي وقاص نعرفوا الحكاية، واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا يا سعد، كي قالوا شطره كل كذا، وبعدين قال شطره، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر، وفي رواية إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. يعني شوف الإرشاد النبوي لسعد بن أبي وقاص، ومن خلاله هو إرشاد نبوي لنا جميعا. أما أن يأتي كبير الإخوة أو كبيرة الأخوات أو الإخوة الكبيرة، يعني الأخت الكبيرة البنت الكبيرة، تقول لهم مليح ما ننساوش الوالدين اللي خلونا وكذا بالصدقة، واحد يدير صدقة جارية ليهم الوالدين، واحد يمد صدقة هكذا إلى آخره، بناء مستشفى أو مدرسة أو زاوية، مدرسة قرآنية، مستشفى، مسجد، هذا أمر كتوجيه تربوي مهم، ولكن بلا إلزام، وقد قلت مؤكد وأكد، دون استخدام لسيف الحياة، هذا هو المجرى الطبيعي للأمور، وكل يتصرف فيما يملك وفي حصته بلا إكراه. ومن أراد من ورثة أن يتنازل سواء كان ذكرا أو أنثى عن حصته بمحض إرادته وخالص نيته فله ذلك. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. ناصرة مسكيك ده تسأل دكتور عن حكم وضع صور الميت في البيت وتعليقها. نعم أخت ناصرة، والله لا حرج يا أختي الفاضلة، لأنه موضوع الصورة وكذا، فهذا الأمر، هذا المنبر الكريم يعني كثير ما بين هذه المسألة ما يتعلق بالصور المجسمات التي لها ظل، هذه مرفوضة للآثار والأخبار الواردة في الباب.
أما هذه الصور الفوتوغرافية التي نراها، إذا كان يعني هذا الراجل ولا هذا الأب ولا هذا الزوج خذوا له صورة وحطوها في الـ في الـ في الصالون في غرفة الاستقبال ولا في بيته وشافوها يعني الورثة وشافوها الناس أهل البيت وكذا، ما كان فيها حتى حرج، لا تثير الأحزان ولا تثير الأشجان ولا، عادي تماما. إلا إذا كانت هذه الصور يعني من الإدمان على هذه الصور، هذا اللي ماهوش مقبول. ماشي واحد غاوك يعمر كامل البيت، يعمره بالصور بجميع المراحل، كي كان صغير كي كان كبير كي كان قريب يموت، كي مات حتى فيه الناس يصوروا الموتى. بالمناسبة يعني كارثة، بعض الناس يشوفوا ميت مات خلاص انتقل إلى رحمة الله، ويصوروا ويديروا في الفيسبوك ويعلقوا فيه، هذا اللي ماهوش مليح. ويضع الصورة على القبر، وضع الصورة على القبر، بارك الله فيك محمد صالح. يعني هذا الامتهان هذا مش مليح. هو هذا الميت عنده كرامة، الإنسان مكرم حيا وميتا، ربي قال في سورة الإسراء في الآية رقم 70 ولقد كرمنا بني آدم. ثم أن هذا الإنسان ميت هل استشير؟ يعني ما هو ميت خلاص، يعني انتهى أمره، انتقل الى رحمه الله. لذلك باش ديروا صوره صورتين ولا ثلاثه ولا خليوها في البيت، هذا الامر مشروع ليس فيه ادنى حرج. دخول المعتد 4 دقائق بعد المغرب، يعني ادركها المغرب وهي خارج البيت، لا حرج. يا اختي، ان العده الشرعيه ليست سجنا للمراه المعتده، يتربصن بانفسهن 4 اشهر و10 كما قال القران الكريم، 4 شهور و10 ايام. ولكن هذه العده الشرعيه ماهيش حبس، ماهيش سجن. مليح تدخل قبل المغرب، يعني تعود الى بيت الزوجيه حيث تركها زوجها، نعم هذا امر مطلوب، ولكن في حدود الامكان دون حرج. ربنا قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، سورة الجمعة، سورة الحج الآية 78. لذلك إذا كان هذه المرأة المعتدة راحت تزور مريض، وراحت ربما هي راحت للطبيب باش تداوي، ربما حضرت جنازة، ربما راهي خدامة عاملة، وبعدين خاصة في أيام الشتاء يعني 5 وشوية يعني أذن المغرب عليها، لا حرج عليها بدون تشدد. لا تتشددوا، ما في تشدد، تجتهد باش تدخل قبل المغرب، وإذا تخلفت لا حرج عليها، ما عندها لا إثم ولا حرج. طيب الاحتفاظ بملابس الميت وعدم توزيعها والتصدق بها. والله يا أختي نصيرة، الأصل كل ما خلفه الميت يدخل في التركة، من الأشياء التالية: من العقارات بينها يعني الأراضي والسكنة وكذا وكذا، من المنقولات، المنقولات السيارات ودراهم واللبسة وطباصة كل واش خلى كامل، هذا يدخل في باب التاركة. وجميع الورثة لهم الحق في هذه الممتلكات، يقتسمونها طبقا للفريضة الشرعية مع إعمال قواعد التخارج. مثلا ممكن الأرملة ولا بنته تقول لهم الآخرين ورثة: أنا أعطيوا لي القش نتاع بابا كامل، قيموه، اللباس نتاعو والقش نتاعو والكرسي نتاعو وكذا كذا، أنا ناخذه أستأثر به عن طريق قواعد التخارج. هي تتنازل عن بعض ما آل إليها من ميراث مقابل تنازل نتاع الورثة الآخرين عن هذه، هذا أمر مشروع. هكذا حينما تمتلك هذه هي حرة، وبعدين تخليها رائحة نتاع بابها عادي، هذا من جهة. من جهة ثانية، إذا كان كل ورثة كل واحد بغى يدي الريحة نتاع بابه عادي، واحد يدي المكتب نتاعو، الآخر يدي الكرسي نتاعو، الآخر يدي البرنوس نتاعو، الآخر يدي اللبسة نتاعو، عادي اقتسموها بهذه الطريقة بشكل مرن، يعني دون استخدام لسيف الحياء مرة أخرى. ما زلش واحد يستخدم السلطة المعنوية نتاعو ويفرض قواعد معينة على، لا ما ينفعش، هذه ما ينفعش. ثم إذا كان واحد الحصة نتاعو عنده حق يمدها للفقراء المساكين عادي، أما أنه هكذا واحد يعطي رأي يقول هذه الأشياء كلها تخرج عن دائرة التوريث فهذا لا يصح، لأنه هذا ميراث، كل ما خلفه هو ميراث. وكان بعض أشياء خصوصية جدا
مش عارف يعني كل واحد على باله بالخصوصيات، هذه كما تبقى داخل الأسر، داخل العائلة، داخل عائلة. ممكن يتفق هؤلاء الورثة بلا استخدام السيف في الحياة، يقولوا هذه الأمور نخليوها في البيت، كاع كامل الورثة الأولاد والأحفاد والأقارب والأحباب كيزوروا يشوفوا هذه الأشياء، أشبه بالأمور اللي نشوفها الآن في المتاحف مثلا، أليس كذلك؟ نروحوا مثلا نشوفوا أثر نتاع بن باديس، نتاع الشيخ العربي تبسي، الشيخ نتاع الأمير عبد القادر، نتاع بن بولعيد، هذه آثار كلنا اللي شافها يعني عنده كما يقول واحد الحنين إلى ما خلفه أولئك الذين تركوا أشياء أخرى في الحقيقة يعني أكبر وأرقى من هذه الأشياء المادية. كل ما يمر عليها الزمن تصبح ذات قيمة أكثر. عليك نور، تصبح كل ما يمر عليها الزمن تصبح ذات قيمة أكبر، قيمة معنوية، ماهيش قيمة مادية ولكن قيمة معنوية. أذكر مرة واحدة خلت لها جدتها خاتم من حديد، يعني في القيمة نتاعو المادية لا شيء، واحد يلقاه ما يخليه يرميه، ولكن هذه قالك هذا الخاتم الحديد نتاع الجدة نتاعها قالك لا يقيم بثمن، يعني القيمة كما قال خويا محمد صالح هذه القيمة المعنوية. إذا واحد يكون مرن، وكلما أخفيت زادت القيمة. الله يبارك فيك، بارك الله فيك، صدق. نعم، فيه امرأة مرة دكتور سعيد أعطتها جدتها زيت الزيتون، تتصور احتفظت به 80 سنة. الله أكبر. بذلك الزيت إلى يوم الناس هذا. الله أكبر. يعني شيء شاهدناه ورأيناه، سبحان الله، يعني تحتفظ به من جدتها يعني من سنين متباعدة جدا. الله يبارك. نعم. يعني هذه الصفة من صفات الوفاء والحب. نعم. الذي نسأل الله ألا ينقطع إن شاء الله. فاطمة أو فهيمة من شلف لها شوق شديد لقراءة القرآن الكريم ولكنها عاجزة ولا تستطيع، وأمية يظهر أنها لا تقرأ ولا تكتب. يا فهيمة أنت إن شاء الله لك من اسمك نصيب. إن شاء الله. فهيمة، فاهمة، لا أنت تستطيعين، أنت لست عاجزة، سهلة، كل من سار على الدرب وصل. أراهم عجايز اللي عندهم 70 75 سنة دخلوا مدارس محو الأمية واللي قرأوا في المساجد وراهم الآن يقرأوا المصحف عادي. أنت اجتهدي برك، مادام عندك هذا الشوق إلى تلاوة إلى قراءة كتاب الله العزيز، الأمر سهل جدا. يطرح الجامع الأقرب مسجد تلقي ثم مرشدة دينية إن شاء الله تقريك، يا إما هذه نتاع أقسام محو الأمية مليحة، إلا ما كانش كامل وكان ولادك، أنت قلتي ولي عندك ولادك الله يبارك، هكذا وليدك يقدر يقريك شوية شوية شوية، ويجي نهار تقدري تقراي القرآن بنفسك، وإن شاء الله اتصلي بينا عملي بهذه النصيحة، بعد أيام قليلة تولي أنت تقراي بنفسك القرآن الكريم. اقراي اجتهدي وربي سبحانه يوفقك باش توصلي إلى مبتغاك، إلى هذا المقصد إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. زوجها يضع شمة في فمه، عافاكم الله وكرمكم، وقالت لا يعيد الوضوء إذا نزعها، يعني يصلي مباشرة، هل هي من منقذات الوضوء؟ لا، أو من نواقض الوضوء؟ ليست من نواقض الوضوء الشمة هذه، الله غير ثقيلة، مين نقولها بالفم، يعني ثقيلة بزاف. إن شاء الله ربي يعافيكم ويعافينا جميعا من الشمة والدخان هذه والسجاير، هذه مش مليحة لا من ناحية الجمالية لا من ناحية المنظر، مش مليحة تماما، لا مش مليحة من ناحية النظافة، مش مليحة لا من ناحية الصحة، مش مليحة، والحكم الشرعي واضح في هذا الباب. لذلك إن شاء الله ربي يعافيكم ويعافينا جميعا من السجاير، من التدخين، ومن الشمة، تفاهمنا؟ نروح بالنسبة للحكم الشرعي، الشمة هذه ليست من نواقض الوضوء، مادامك هو كان على وضوء ودارها قبل ما يصلي ينحى ويغسل فمه ويصلي بالوضوء نتاعو عادي، ولا يعيد وضوءه لأنها ليست من نواقضه. هل هي نجسة؟ ليست نجسة. نعم. بعض الناس يظن أنها نجسة. لا، ليست نجسة. نعم. ليست نجسة، ولكن ليلة محمد رسول. نعم. إن شاء الله مقرفة، مقرفة.
مقرفة نعم. جدا يعني حتى نعم. مش واحد يهضر عليها وما أدرك إذا كان شافها ولا نعم. وبعض الناس يعني ربي يهديهم ويهدينا اللي يديرها ويرميها في الطريق ويرميها في الحيوط ويرميها نعم. فكيف حال النساء اللي والله غير يعانين من هذا يعانين نعم. عذاب عذاب نعم. نعم. الله يعافي الجميع يا رب. والدعاء إن شاء الله لزوجك إن شاء الله ربي نحلو هالطبيعة هذه اللي هو الغير كامل، وإن شاء الله أنت يا رب يوفقك يعني. أرجو أن تتواصلي مع البرنامج وتبشرينا إن شاء الله أنك بديت تقرأ القرآن الكريم، وهذا أمر سهل، ومسيرة 1000 ميل تبدأ بخطوة وروحي ورب تكفي هذه العزيمة القوية إن شاء الله تتصل بها إن شاء الله بإذن الله. نعم. ابنها مرضي الدعاء له بالشفاء وللزوج بالعمل وشغل إن شاء الله بيشفي إن شاء الله، وربي ييسر الشغل لزوجك إن شاء الله. آمين آمين. طيب في خاتمة هذا اللقاء نجيب عن التساؤل الوارد إلى البرنامج عن حكم بيع المرابحة، يكثر التساؤل عنه في البرنامج دكتور سعيد. وصاحب سؤال يقول الآن بعض بنوك التقليدية تمارس هذه العملية من البيع. أولا شرعنا الحكيم ضبط هذه المسألة في دقيقتين إن شاء الله ربي يسر. فقط حبيت نقول ربي قال في سورة الجاثية في نسرع شوية معلش ربي قال في سورة الجاثية في الآية رقم 18 ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها، وقال في سورة البقرة الآية 275 وأحل الله البيع وحرم الربا. زينب تترجم حقا نروح بالعقل ليه زينب نسيتها شيئا فشيئا معلش. إذن فحبيت نقول أن الشريعة الإسلامية إذا هي حرمت الربا لمفاسد وأضرار لا تعد ولا تحصى، لذلك فتحت المجال الآخر اللي هو نظام يعني المشاركة والمضاربة القراض والمرابحة، هكذا فتحت أبواب حلال. ولكن سادتي الأفاضل لابد من مراعاة الشروط الشرعية، مثلا الأمر المتعلق بالمرابحة لازم شرطان أساسيان لابد أن يتحققا، الشرط الأول لازم التملك، الشرط الثاني لازم المخاطرة، معناتها كيف زوج يتحملوا المخاطرة، ما يلزمش واحد يكون في مأمن عن المخاطرة وعن الخسارة تماما، لا، لابد أن يتحمل الجميع مآلات ونتائج هذه المعاملة. هناك بعض الاستثناءات ما يتعلق بالتملك، هنا التملك الحكمي يعني قد يكون بدلا عن التملك المادي الحقيقي، هذا أمر ممكن، ولكن أخذوا في الحسبان فقط أن واحد ندخلوا في هذه المعاملة الشرعية مع بعض الرخص وبعض الرخص. سؤال مهم في الموضوع لعل الإجابة عليه يعني تعطينا الصورة الواضحة تماما. يقول السائل أنا في القرض الربوي أدفع أقل مما أدفعه في المرابح، وإذا جاء الشرع لتحريم مثل هذه الصور لاستغلال حاجة الناس، فهو يقول أنا أرى أن في المرابحة استغلال شديد لأن نسب الربح مرتفعة جدا. بقدر ما نؤكد على أن الربا محرم شرعا، قليله وكثيره حرام، نؤكد على أنه لا يصح إطلاقا استغلال عاطفة الناس بين قوسين الإسلامية حبهم الإسلام في والرفع من هذه الأرباح إلى حد يرهق كواهلهم. وإلى حديث بقية إن شاء الله قدر لقاءات قادمة إن شاء الله مزيد من البيان إن شاء الله. معكم دكتور سعيد، شكرا لكم أيها الأحباب الأوفياء، الشكر لإخواني وزملائي في هذه الحصة، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.